بسم الله الرحمن الرحيم. كده الصوت كويس يا سادة ولا لأ؟ سماح قايدة، سماح تاخد تليفونك تكلميها هي من تليفونك. فين تليفونك؟ كده مش مكتوب مباشر والدعاية حشرة. ستة؟ لا لسه ستة بتنزل يعني. طيب انت لسه مش متشاف. انا السيد الصوت واضح. الصوت خلاص ابدأ بقى. لسه. الصوت واضح قوي، يبقى انت كده لايف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأكارم، أنا فتحي فرغلي، رئيس الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، و ضيفكم اليوم عشان نتكلم مع بعض في إيه هو الاتحاد العربي وإيه أنشطته والكشافة دي أخبارها إيه؟ فإن شاء الله نسعد ببعض اللي جاي. يا سادة، إحنا بنتكلم من القيادات الكشفية، والكشفية دي نشأت 1907، وأصبح ليها عدد كبير من المنظمات الدولية. يعني المنظمة الدولية للكشافة، المرشدات، المنظمة الدولية للرواد، عديد من المنظمات الدولية دلوقتي بتبقى متواجدة في المجتمع. واحنا وصلنا ل 52 مليون كشاف ومرشدة ورائد ورائدة، والاتحاد العربي بيضم الاتحاد العربي الموارد. و مفيش طبعا حديث بيعلو هذه الايام عن حديث كورونا، وانا معاكم ان هي دي جائحة اجتاحتنا في العالم كله، انها مش اول واحدة تجتاحنا ولا اخر واحدة هتجتاحنا. احنا في نهاية 1988 احنا اجتاحنا فيروس قريب منها، قريب خالص منها، اسمه فيروس HIV اللي هو الايدز. والاتش اي في ده كان لما نشأ سنة 88 ما حدش كان يعرف عنه اي حاجة، زي ما كورونا دلوقتي معظمنا ما احناش عارفين اي حاجة، ولا في لقاح ولا في دواء ولا في اي حاجة. وتعاونت الكشفية بطريقة قوية جدا واحترافية انها صدر اول دليل حاول مكافحة مرض الإيدز ده باللغة الإنجليزية والفرنسية، صدر عن الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر الدولي، وإحنا ما عندناش أي معلومات باللغة العربية. فاستأذنت من المدير الإقليمي اللي هو المرحوم فوزي فرغلي إن إحنا ناخد هذا الدليل ونعيد ترجمته للغة العربية، ونطبع عدد كبير جدا ووفير منه للكشافة كلها وللمرشدات كلها والمنظمات الشبابية والهلال الأحمر والصليب الأحمر وأي منظمات شبابية بتعمل لرعاية الشباب بتاعها. وبالفعل استأذننا من الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر إن احنا نترجم هذا الدليل، وترجمناه وعممناه لكل العالم، وأصبح لدينا معلومات حول إن الإيدز الإصابة بتيجي منين، طرق الوقاية ليه إيه. ويؤسفني انه ان كانت الشباب هم المستهدفين من هذا الموضوع استهداف كبير. وبما ان احنا منظمة شباب و 90% من عناصرنا شباب، فكنا لازم نعمل على حماية شبابنا. ترجمنا هذا الدليل للعربية، عملنا انشطة ودورات تدريبية وبرامج عملية ومؤتمرات ومسيرات، وكله على أساس إن احنا نعمم الوعي بين الشباب في هذا الموضوع.
وناتج عن انتاج الدليل ده ان احنا بقى عندنا تبني لمشروع اسمه الشباب للشباب او توعية الشباب للشباب. وتوعية الشباب والشباب من ايه؟ لقينا من ثلاث مشاكل بيجمعوا كل شبابنا العربي من المحيط للخليج، الفقير والغني، المتعلم والغير متعلم، وهما مكافحة الإدمان على التدخين وتعاطي المخدرات وتعاطي المسكرات. النقطة الثانية مكافحة أمراض المنقولة جنسيا والإيدز. حاجة الثالثة الحوادث والعنف بين الشباب. ليه اخترنا ده؟ لأن ده اللي بيواجه الشباب بتاعنا. وليه سميناه الشباب للشباب؟ لأن مع الأسف الشديد الثلاث حاجات دول الشباب هو اللي بيأثر في الشباب. يعني مفيش أب سوي هيدي لابنه علبة سجاير ويقول له دخن سجاير، إنما في ابن ربنا مش هديه بيدي لابننا اللي ربنا هديه السجارة ويقول له خد يا جدع خليك راجل واشرب سجارة وهتتكيف، ويبدأ يرغبه في كل هذه المنكرات. وهكذا البنات، بنت مش عايزة أي بنت تانية تكون أحسن منها، فلو انحرفت البنت الأولانية عايزة تخلي البنات كلها اللي موجودة في المجتمع منحرفة زيها، فتجمل لها الدنيا بقى، تعالي احنا هنسهر سهرة جميلة النهاردة وتسهري معانا وتعملي معانا، وتوقع البنت بنت الناس اللي ملاش حاجة في الانحراف ده إلى الانحراف. والحوادث نفس القضية، كنا لازم ندور على شباب ياخدوا الشباب للفضيلة، وده كان من أهم المشاريع اللي احنا كمنظمة كشفية تبنيناها في عالمنا العربي. تعاوننا بقى في ده مع مين؟ مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، مع الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، مع الاي بي بي اف اللي هو منظمة أو جمعية تنظيم الأسرة العالمية، أيضا تعاوننا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. إذن هناك مؤسسات ومنظمات لابد أن الإنسان لما يخطط شيء يتعلق بالتخصص يدور على هذه المنظمات، لأن هذه المنظمات بتحلك فرصة التمويل المالي وفي نفس الوقت الأفكار والتكنيكال يعني الدعم الفني للأنشطة بتاعتنا. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ وبنقول ان الكشافة بتنجح ليه؟ الكشافة عندها شوية سمات قوية جدا جدا جدا. اول سمة من سمات الكشافة هو العمل التطوعي. محدش فينا بيتقاضى اجر في الكشفية ولا يتقاضى اجر لما يمارس أنشطة ليها علاقة بخدمة المجتمع. لان من وانا بدرب الشبل الصغير ده بقول له ابذل جهدك. يعني ابذل جهده في ايه؟ في الخدمة. لو لقى ست كبيرة راكبة مواصلة عامة او رجل كبير يقوم له ويجلسه، لو شاف واحدة ضريرة او الاخر يساعدها ويعبر بيها الطريق. ليه؟ لانه لسه طفل عنده 7 سنوات 8 سنوات. طب لما بقى كشاف قلنا له لا يا عم بقى احنا دلوقتي هتتحول من بذل الجهد الى تكن مستعدا ويكون مستعدا لفعل الخير. لو انا عايز اعمل مشروع صحي يبقى لازم اتدرب على الحاجات الصحيه، مشروع اجتماعي لازم اتدرب على الحاجات الاجتماعيه، انقاذ في الشاطئ ومنقذ في الشاطئ لازم اكون سباح وعندي مهارات السباحه ومهارات الغطس عشان اقدر انقذ الشخص ده. لما بيكبر شويه بيبقى اسمه كشاف متقدم. اللي انا بقوله ده على الولاد بيتقال على البنات، لان برضو البنات في عندنا زهرات ومرشدات، مرشدات متقدمات، احنا عندنا كشافة متقدمة. بعد كده لما في الكشاف المتقدم بنقول له بأفق واسع، يعني لازم يؤدي الخدمات بتاعته بأفق بفكر وبأفق واسع وبوعي. لما بينتقل لمرحلة الجوالة اللي هي أكبر حاجة بنقول له مالكش شعارة للخدمة العامة وتنمية المجتمع. يعني انت شغلك الشاغل هو خدمة العامة وتنمية المجتمع. كشفية تتميز بحاجات تانية، هي ايه؟ الانتشار. كشفية واسعة الانتشار. تلاقينا الكشافة دي في كل المحافظات، في كل القرى، في كل المدارس، في كل الأندية، في كل الشوارع، كل الحارات، في كل المؤسسات الاجتماعية، في كل المصانع، في كل الشركات. إذن احنا عندنا انتشار. عندنا انتشار، والمرحلة العمرية بتاعت ولادنا من 7 سنين ل25 سنة. اذا لو احنا في مصر مثلا مثال عندنا 3 مليون كشاف، يبقى اذا عندي 3 مليون اسرة فيها شخص
بيتكلم بموضوع الكشافة أيا كان موضوعه. لو الأسرة دي متوسطها 4، يعني احنا دخلنا دلوقتي في 12 مليون واحد بيسمعوا الرسالة اللي بيروح لقالهم ابنهم الكشاف أو بنتهم المرشدة. لذلك احنا بنقول اهو انتشارنا، ثقافتنا، أيضا تعدد القيادات عندنا وتعدد الخبرات اللي عند القيادات. يعني هتلاقي كشاف دكتور، كشاف مهندس، كشاف محاسب، كشاف مدرس. التنوع ده خلانا لما يجي نقدم الخدمات للناس نقدمها لها بتميز، لأن بنميل للتخصص، ما بنجتهدش من غير ما بنقدم الخدمات بتاعتنا. حاجة يعني برضو بتسعدنا إنها كشفية دي مفتوحة للجميع. ما أقدرش أقول ده مسلم وده قبطي وده مسيحي وده، ما أقدرش. أي حد يحب ينتمي لينا أهلا وسهلا، مش هقول ده أبيض وأسمر ولا هقول ده غني وده فقير. الكشفية مفتوحة للجميع، ومعنى كلمة مفتوحة للجميع يعني صدرنا مفتوح، خبراتنا مفتوحة لأي حد يحب يتطوع ويعمل معانا في الحركة الكشفية. دي سماتنا، سمات الحركة الكشفية. نيجي بقى للسادة الرواد. الرواد دول خلاصة خبرة القيادات الكشفية. القيادات الكشفية بعد ما تمارس أنشطتها بيبقى يصل إلى مرحلة الرائد، والرائد ده معناه الموجه وناقل الخبرات والمثقف واللي نضج كبير جدا في ان هو يقدر يتطوع ويقدم حالة تطوع على مستوى راقي جدا. لما جينا بقى في موضوع كورونا، احنا قلت احنا عندنا 14 قطر عربي، يعني عندنا جمعية كشفية للرواد في كل 14 قطر عربي، يا إما جمعية مستقلة يا جمعية فرع من الجمعية الرئيسية. يعني زي تونس مثلا بتبنى حاجة اسمها قسم الرواد أو قسم الأحباب. المصريين عندهم جمعية مستقلة، السعوديين، الخليج معظمه الجمعية مع الجمعية الأم، يعني الجمعية الكشفية فيها قسم اسمه قسم الرواد الكشفية. الجماعة بقى الأساتذة دول كونوا اتحاد. الاتحاد ده نشأ سنة 86 وانتشر، بدأ بقى 4 دول مؤسسة، وبعدين انتشر إلى أن نصل إلى 14. احنا النهاردة في صدد إن احنا نسجل باقي دولنا العربية في الاتحاد العربي، وأيضا في منظمة الصداقة العالمية اللي هو التنظيم العالمي بتاعنا. أنا كلمتكم عن التجارب. طب إيه اللي احنا بقى بنفكر فيه كورونا كوباء عام للعالم بتاعنا كله واحنا جزء من هذا العالم؟ احنا عندنا قواعد عامة حطناها عشان نمشي. نمرة 1، عملنا تنسيق بين لجان تنمية المجتمع العربية ولجان تنمية المجتمع الوطنية. التنسيق ده عشان ايه؟ عشان الجهود وعشان الفكر يبقى متوازن ومندمج في كل اقطارنا العربية، يبقى الخبرات بتنتقل عبر المؤسسات الرسمية. بعد كده عملنا لجنة للأزمات، لإدارة الأزمة. اللجنة دي لجنة عربية وفي لجان وطنية، كل دولة عندها لجنة لإدارة الأزمة. واللجنة الوطنية في إدارة الأزمة عاملة فروع ليها في المحافظات وفي المناطق الفرعية للجمعية الرئيسية. نظمنا عدد من اللقاءات والندوات وورشات العمل حول الموضوع، التوعية بمخاطر فيروس كورونا. وبعدين عملنا منصات للتواصل الاجتماعي، لأن في مناطق عديدة الآن فيها الحظر. يعني الحظر معناها إن احنا مش هنقدر نتحرك بأنفسنا إلا بتصريح في بعض الأنشطة اللي أنا هكلم حضراتكم عليها. إنما قلنا إن المنصات بتاعة التواصل الاجتماعي هتكون مفيدة جدا في قضية التواصل المستمر والفكر اللي احنا عايزين نوصله للقيادات وللشباب وللفتيات اللي هيعملوا معنا. طب كمان مش كده بس، هننسق كمان مع الجهات ذات العلاقة. يعني ايه؟ يعني احنا ككشافة لازم ننسق مع وزارة الصحة، مع وزارة التضامن الاجتماعي، مع وزارة الشباب، مع الحكم المحلي، مع رؤساء البلديات، عشان نشوف دورنا هيكون ايه في الخدمات اللي بتقدم في المجتمعات بتاعتنا. كمان اكتر
لازم يبقى فيه عنصر قيادي ممثل في لجان إدارة الأزمات في الدولة اللي احنا فيها، عشان نبقى أعضاء مشاركين بفاعلية في إدارة الأزمة. لازم نحط نقعد مع القيادات عشان ندربها على المهارات اللي هنقدمها، سواء كانت المهارات خاصة بالتوعية، خاصة بتقديم الخدمات، خاصة بتوفير الموارد، توفير المتطلبات ومستلزمات المستلزمات الطبية. وبعدين نحط خطة العمل. حطينا خطة العمل، عممناها على كل الجمعيات، وعملنا ثلاث أنشطة كبار، منهم نشاط حول الإعلام ووسائل الإعلام والاستفادة المثلى لهذا الموضوع. وأنا من المنصة دي بحيي لجنة الإعلام عندنا في الاتحاد، لأنهم بذلوا شغل احترافي محترم جدا في إزاي نقدم الرسالة الصحية والتوعوية ودورنا عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي. برضو مش بقول الكلام ده ان بس هي لجنة الإعلام، برضو لجنة تنمية المجتمع عملت لنا اكتر من ندوة واكتر من لقاء واكتر من محاضرة، وكانت اميز محاضرة فيهم هي المعتقدات الخاطئة اللي موجودة بين الناس فيما يتعلق بفيروس كورونا، الاسباب الاصابة وكيفية العلاج وكيفية الحظر، وازاي يبقى عندي وقاية ليا، وقاية لأولادي، وقاية لبيتي. كل ده لازم تكون معلومات ناضجة توصل للناس بالدقة اللي تخليه يبعد عن المشكلات او يبعد عن الصدمات. برضو كان من ضمن الحاجاتنا العامة اللي احنا انشطة العامة اللي احنا عملناها او شغالين فيها ما زلنا، هي انا قلت التوعية، بعدين جمع المساندات سواء كان مساعدات مالية او عينية وتوزيعها على مستحقيها. احنا دلوقتي عندنا حظر، والناس كبار المسنين دول غير قادرين على قضاء حاجاتهم، فازاي الكشافه تساعد في القضاء على حاجه، في قضاء الناس دول احتياجاتهم، سواء كانوا مسنين، كانوا مرضى بامراض مزمنه، اذا كانوا ذات اعاقه معينه، لابد ان احنا نقوم لهم بالخدمات بتاعتهم. مش كده بس، احنا نظمنا العمل داخل المؤسسات العامه زي البنوك، زي مكاتب البريد، زي المكاتب المصالح الحكوميه المختلفه. كان لازم يبقى في نوع من نمره واحد وقاية الناس من الأمراض، من الأمراض، وفي نفس الوقت عدم التعرض للمشكلات، إن الناس تلبس كمامة تحت كل الحاجات الاحترازية تكون موجودة، المسافات اللي بينها وبين التاني والتالت والرابع تكون محتفظة بيها، ننظم العمل مع المؤسسات العامة، كمان ننظم الطوابير بين الناس وبعضها في الأسواق، في السوبر ماركتات، في محطات النقل العام. لازم يبقى في نوع من الترتيبات الاحترازية للمواطن عشان ما نزيدش عدد الإصابات. مش كده بس، برضو طبعنا آلاف المطبوعات وآلاف البروشورات وآلاف ومئات الأفلام اللي بدأنا ننشرها في المواقع العامة ومواقعنا الخاصة حوالين كل ما هو جديد عن الفيروس وأسبابه ومسبباته وعن طرق الوقاية وعن دور الكشفية في مواجهة هذه المشكلة. الكشافة تطوعت لدى المؤسسات زي المستشفيات، زي مراكز الدعم التقني، زي مراكز البحوث، زي مراكز التبرع بالدم، قاموا أدوار كبيرة في موضوع التبرع بالدم. مش كده وبس، ولازم نقول ان احنا فتحنا مشاغل عشان نصنع الكمامات ونصنع البلاطي للدكاترة، نصنع الزي للممرضات وللعاملات والعاملين في المستشفيات في مناطق اللي فيها عجز من هذا الكلام. الرائدات والرائدين والرواد بدأوا يعملوا هذا الكلام. الحاجات التانية ان بقى عايزين نشغل ونشغل ولادنا، لان ولادنا قاعدين في البيوت، فبدأنا نعمل نوع من الحماس في المسابقات بالنسبة للأطفال ومسابقات في الألعاب، وأيضا متابعتهم في موضوع البحوث العلمية
والبحوث التربويه اللي هي مطالبه منهم كطلبه، وايضا المتطلبات الخاصه بالبرامج الاجتماعيه والبرامج الثقافيه، وايضا المسابقات اللي بسيطه على قدر سواء الشباب او على قدر الكبار حسب المستوى، بنعمل مسابقات عشان الناس. الصدفه دي جت مع وجود رمضان، وانتوا عارفين ان احنا في مجتمعات خيره جدا، فيعني نظفنا دور العباده، اقمنا دور العباده، قدمنا يعني سله رمضان دي بالالاف لعدد كبير من المواطنين. مش كده بس، احنا عملنا، وانا هقول بقى بعض الانشطه المتميزه في بعض البلدان. يعني كشاف السعوديه في منطقه المجمعه او محافظه المجمعه اشتروا 1500 حقيبه طبيه فيها جهاز لقياس درجه الحراره، فيها اجهزه مطهرات، فيها الجوانتيات او الكلابزات، فيها الكمامات، فيها ايضا النشرات، فيها سيديهاية بافلام للتوعيه وافلام للتثقيف، بحيث خلوا لكل عيله موجوده في المجمعه حقيبه تبقى خاصه بيها تستخدمها هي وشويه المطهرات وشويه الاسعافات الاوليه اللي موجوده لهذه الحقيبه. ده مش معناه ان لا، انا بدي نموذج. اللي بيهم فتحوا مشغل، كان اصلا المشغل ده موجود للاستثمار، فتحوه للعامه مش للاستثمار، بداوا ينتجوا الاف الكمامات والاف البلاطي والكلام ده، ويدعموا وزاره الصحه بهذه الاحتياجات. مش بس كده، والناس في دول تانية بداوا يشتروا المستلزمات الطبيه ويقدموها هدايا للمؤسسات الفقيرة أو لدور الرعاية أو للملاجئ أو لأقسام الشرطة أو للسجون حسب ما الاحتياج اللي المجتمع هم عايشين فيه. دول الخليج أديكم مثال، الكويت قدمت المقر بتاعها، وهو مقر القيادة العامة لكشاف الكويتية ورواد الكويت، و سلمته كاملا الى وزارة الصحة الكويتية. ليه؟ عشان لو يستخدم في الحظر يستخدم في الحجز، يستخدم في الخدمات الطبية، يستخدم. المهم انهم نظفوا المبنى، حسنوا الخدمة اللي فيه، وضبوا السرير اللي كانت موجودة والفرش اللي كان موجود، وسلموه كأكمل شيء يقدم هدية لمجتمعنا من الكشفية في سبيل عدم، مش بقول القصور، لا، اي حد فينا عنده حاجه يقدر يقدمها للمجتمع بتاعه يقدمها، اذا والله يحتاجوا لها اهلا وسهلا، ما يحتاجولهاش انا اسمي قدمت. لذلك كتير قوي من الدول قدموا المراكز الكشفيه بتاعتهم، قدموا المقار الكشفيه بتاعتهم، قدموا مخيماتهم التدريبيه، قدموها لتحت امره الدوله ليها انها تتصرف فيها كامله. معظم فرقنا الكشفيه ومرشداتنا اعدوا وجبات الطهي ويقدموها هدية للمحتاجين، وهدية للعالقين، وهدية للعمال ذات اليومية. وأيضا في بعض البلدان في ناس عالقين في الدول التانية دي بدأوا يراعيهم ويشوفوا إيه ظروفهم الصحية والاجتماعية. برضو عشان رمضان الناس جمعوا المال وجمعوا الملابس وجمعوا الألبسة عشان لبس جديد في العيد السعيد، اسمه كده لبسة جديدة في العيد السعيد. مش كده بس، قدموا الحلويات والفواكه ويعني والمرطبات في كل المناسبات. على الطرق قدموا المياه العذبة والتمر او البلح عشان الصائمين واللي هم ماشيين على الطرق يقدروا يغيروا ريقهم ويبداوا يفطروا. نماذج تانية زي مثلا المغرب سعوا سعي شديد ان ولادهم يبقوا موجودين في قراهم وما يعملوش التخالط، انما بالتثقيف والوعي يبقى الابن الكشفي ده يوعي الاسره بتاعته ويوعي الاسره الثانيه ويوعي الاسره الثالثه، مع اخذ كل الاحتياطات الاحترازيه اللي تخليه هو ما يتعرضش للمخاطر. السودان عملت فكره جميله. السودان واحنا بنكب فاكهه في الايدز قالوا في مناطق كتيره بعيد مش هنقدر نوصل لها، فالسلاح الجوي الطيران بتاع القوات العسكريه السودانيه ادانا طياره هليكوبتر قدرنا نحط فيها كل النشرات
وسائل التوعية والكلام ده، وبقينا نطير فوق المناطق ونحدف الكلام ده للناس بعد ما نتواصل معاهم ونقول لهم ان احنا هوصل لكم هدايا وهنوصل لكم نشرات. هم بقى السودانيين برضو بالذكاء بتاعهم عملوا الطيارات السيارة دي، وبدأوا يحطوا فيها النشرات ويحطوا فيها حاجة عشان يوصلوها للمناطق اللي هم عاجزين الوصول إليها. وولادهم بدأوا يستعملوا العجلات الهوائية دي عشان يوصلوا للكثير من المناطق اللي مش قادرين يوصلوا لها إلا بالمساعدة كده. إذن كتير قوي يعني. أنا اللقاء اللي قبل ده لقاءين كنت مستضيفين الأستاذ حسن هزاع والأستاذ يوسف من قطر وحسن من البحرين، ودول رؤساء الاتحادات العربية للتطوع. دول كلهم كشافين، خلوا بالكم، وهم قالوا كده، قالوا ان الكشافة هي اللي كونتنا وهي لذلك التعاون بين الحركة الكشفية وبين المنظمات والهيئات والجمعيات ذات العلاقة دايما متواصلة، ودايما بنكمل بعضنا البعض، وبنتمنى من الله عز وجل ان هو يفك القضية بتاعتنا بتاعت كورونا دي، ونركز في أنشطتنا التربوية والاجتماعية والصحية والشبابية من أجل أن احنا نسعد بولادنا في نشاطهم الكشفي. كتير قوي لما قالوا لي يا سي فتحي احنا بدأنا نتواصل عبر التواصل الاجتماعي وعملنا محاضرات وعملنا اجتماعات وعملنا كل حاجة، قلت لهم المرحلة بتاعتنا تطلبت كده، إنما هو في المستقبل احنا كشفية دي مبنية على التعلم بالممارسة، مبنية على الممارسة، مبنية على يعني الاحتكاك بالمجتمع ودخول المجتمع. فان شاء الله سنعود تاني الى حالتنا الطبيعية مع الاستفادة بالخبرات اللي احنا كسبناها من خلال الانشطة والبرامج اللي تمت في موضوع كورونا. انا ليه رجاء من كل شخص ان هو يهتم جدا 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 بالتعليمات اللي الدولة حطها. الدولة قالت نبقى في البيوت، يعني نبقى في البيوت خصوصا كبار السن، لان كورونا دي حاجة جميلة خالص، يعني كورونا دي مصطادة الكبار وبتركز على الكبار، انما بعد كده لقينا مع الاسف ان في اطفال حصل لها اصابة كورونا، في شباب حصل لهم، في اطباء حصل لهم وفيات من الكورونا. اذا ما بيقاتش بيتميز بين ده وده ابدا. النقطه الثانيه والمهمه جدا، عايزين نهتم بالاغذيه المعززه للمناعه، لان مع الاسف الشديد برضو ان كتير قوي من سلوكياتنا مش مهتمه بالغذاء كنوع، هي مهتمه بالغذاء ككم. لذلك انا برضو بشكر اللبنانيه لما جم يعملوا الدعوم بتاعتهم وانشطتهم عملوها ازاي. اللبنانيين قدموا وجبات طازجة ووجبات مطهية. وجبات الطازجة اللي هو قدموا الدجاج، قدموا اللحم، قدموا الخضار عشان الناس تعمل وجبات طازجة مفيدة بتساعد على قضية اللي انا قلت تعزيز المناعة. من وجودي معاكم على المنصة النهاردة انا بشكر الكشافة الفلسطينية جدا 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 جدا، لان الكشافة الفلسطينية رغم وجود اليهود ورغم الحصار اللي عليهم ورغم ورغم ورغم، إلا أنهم عملوا مجموعة كبيرة من الأنشطة المميزة في نابلس وفي رام الله وفي الخليل وفي غزة. غزة كمان قامت بأدوار جيدة في الحجر الصحي، الحجر الصحي قاموا بدور متميز ودور جيد، وأيضا تقديم الوجبات الرمضانية قاموا بجهد كبير جدا جدا جدا. توانسة كان نموذج رائع للخدمة، رائع. التوانسة عندهم المجموعة بتاعة إدارة الأزمة دي منطلقة من القيادة العامة لكشافة التونسية ووصلة لغاية أقل مدينة أو أقل قرية تونسية، وعندهم غرفة عمليات في القيادة العامة بتسجل لهم وبتتابع لهم كل اللي بيحدث في المجتمع التونسي وإزاي يحسنوا من أدائهم عشان الكشفية يبقى لها دور قوي في البلديات. بس مش بس كده، عملوا تعاون مع المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الأليكسو من أجل أيضا أنهم يستفيدوا من إمكانيات المنظمات الدولية
في دعم البرامج والأنشطة اللي لا محدودة اللي بيقوموا بيها في الكشافة التونسية. الكشافة التونسية فيها ميزة أنها متلاحمة الرواد مع مع القيادة العامة، وبالتالي كان الجهد كله منظم بشكل كبير جدا. فأنا بشكر الكشافة التونسية. الكشافة الجزائرية نفس القضية، الكشافة الجزائرية قدرت أيضا أنها يبقى لها مراكز متميزة متقدمة في كل أرجاء الجزائر. انتوا عارفين الجزائر بلد كبير ومنتشر انتشار كبير، إنما قدروا يعملوا جهد متميز. اللي بينا أنا اتكلمت عنهم إنهم عملوا المركز الخياطة ده اللي هو حاجة متميزة، وعملوا وجبات رمضان، وعملوا إفطار صايم، وعملوا هدية العيد ولبس العيد. الكشافة المصرية بسم الله ما شاء الله قدروا الإسكندرانية يدعموا مركز طبي كبير بأدوات وبأجهزة ومستلزمات طبية، وأيضا قدروا يقدموا وجبات ويقدموا سلة رمضان للأسر المحتاجة. عندنا برضو أهرامات الجيزة أو جمعية أهرامات الجيزة تبع للجمعية الرئيسية قدمت كميات كبيرة من المواد الغذائية ومن المياه الصالحة للشرب، وشاركوا في التعقيم بتاع المناطق الإدارات الحكومية. أيضا جيزة هرم أو جيزة وادي النيل عملوا تعقيم للمقر بتاعنا، وعملوا تعقيم لبعض المقرات والأندية. الأليوبية عملت جهد كبير في سلة رمضان، وأيضا في حلقات التوعية. بني سويف عملوا حملة تعقيم وتطهير لكل المؤسسات الحكومية والخدمية في بني سويف. الإسماعيلية عملوا حاجة اسمها مراقبة الأسعار. ساعة مقرونة غلت غلوا التجار، بعض التجار اللي استفادوا من الأزمات غلوا الأسعار، فبدأوا هم يخلوهم يسيطروا على الأسعار ويشتغلوا ويتعاونوا مع جهاز مراقبة الأسعار المصري، وكانت يعني بادرة جميلة عشان يسيطروا على الأسعار في المجتمع بتاعهم. أرجع تاني للأردن. والأردن يا سلام، الأردن من الأول، الأردن أصلا عندها لجان، ومن أنشط اللجان الموجودين في الأردن هي لجنة الإعلام ولجنة خدمة تنمية المجتمع، وعملوا خدمات وعملوا مساعدات مالية وعملوا تطهير وتعقيم لبعض المؤسسات، وما سابوش من يعني من أدنى الجنوب اللي هي العقبة إلى آخر الشمال عجلون وإربد والمناطق دي، قدموا كل الخدمات للمحتاجين، وقدموا خدمات في بعض المخيمات الفلسطينية في الأردن اللي هي موجودة في بقاع الأردن كاملا بمساعدة أو بالاشتراك مع الأونروا اللي هي المنظمة الداعمة للاجئين الفلسطينيين. بالنسبة للسعودية، السعودية عملوا لنا أنشطة ضخمة جدا جدا جدا. أنا اتكلمت عن المجمعة، إنما لازم أتكلم برضو عن سدير، ولازم أتكلم عن الرياض، ولازم أتكلم عن عسير، ولازم أتكلم عن مناطق عديدة في جدة وفي مكة. وكتير قوي من الشباب دلوقتي بيتعاون في إيصال المواد الغذائية والخدمات للناس المحتاجين، توصيل خدمات، توصيل جهد. السعوديين يعني أكتر ناس استفادوا من الميديا واستفادوا من وسائل التواصل الاجتماعي، وعملوا أكتر من نشاط وأكتر من ندوة وأكتر من محاضرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لو جينا بعد كده أنا قلت دول الخليج، كلمت عن قطر. يوسف الكاظم الراجل رئيس الاتحاد العربي للتطوع وخبراته دي كلها، وهو في نفس الوقت رئيس لجنة الرواد بالكشافة القطرية، قدموا مساعدات وقدموا خبرات وقدموا قضية التوعية وقدموا قضية المساعدات العينية، خصوصا ان في مغتربين كتير في قطر، وقدموا لهم الخدمات بغض النظر هو مغترب او مواطن في دولة قطر. نفس القضية دي البحرين، البحرين عملوا مجهود كبير جدا في التوعية، وايضا مجهود كبير جدا في تثقيف كبار السن بأهمية البقاء في البيت وأهمية أكل المواد الغذائية المعززة للمناعة.
لان الفيروس ده بيصطاد الناس او بيكثف جهده في اللي عنده مناعة ضعيفة او مناعة قليلة. سلطنة عمان من الناس المنظمين جدا ايضا، وعملوا مجموعة كبيرة من الانشطة اللي تميزوا بيها، وتميزوا بيها على طول، لان الكشافة العمانية ايضا بتتميز بتعاونها مع المؤسسات والمنظمات الدولية ونقل الخبرات العديدة اللي بين الناس بعضها البعض. وده شيء يسلك صدر الواحد انهم حولوا القضايا الكشفية الى قضايا عامة. الامارات العربية، الامارات العربية دول ناس الفضل وناس الخير وناس الافكار النيرة الدائمة. عندنا رابطة للرواد في الامارات العربية من اقوى الروابط اللي موجودة. ايضا الرابطة دي ما بخلتش علينا بانشطة توعية ولا بانشطة توزيع مواد غذائية ولا سلة رمضان، ولا سابوا حد من المجتمع الاماراتي ما قدملوش يد العون، وهو دي روحهم ودي اخلاقياتهم. انا في الفترة دي بشكر كل القيادات المسؤولة عن الكشافة والرواد في دولة الامارات. نيجي بقى الكويت، انا اتكلمت عنها قلت انها تبرعت بالمقر بتاعها، مش كده بس، وايضا حملت الكشافين رسائل التوعية، نظمت الدخول والخروج في الاسواق والمناطق المكتظة من الناس، ايضا حرصت على الامتثال للقوانين المحلية من السكوت في البيوت والاستمرار في السكوت في البيوت وتقديم الخدمات للي بيحتاج الخدمات. اما الخدمات المنزلية واهمية وجود الناس في بيوتهم، دي كانت حلقة توعية كبيرة في الكشافة الكويتية مع الرواد بالكويت، والكشافة الكويتية ورواد الكويت لحمة واحدة بيعملوا. وبشكر الأستاذ الدكتور عبدالله التريجي رئيس المنظمة الكشفية العربية على الجهد المتميز بكشافة الكويتية وعلى الشغل المتميز. نفس القصة دي مع الدكتور عبدالله الفهد. عبدالله الفهد أيضا الرئيس الفخري للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، ورجل بيتبنى العديد من الأنشطة، ولولا دعمه الشخصي ودعمه يعني الواجب الوطني اللي عليه كانت في أمور كثيرة اتأثرت، إنما هو فاتح نفسه فاتح قلبه، ويوميا هو بيتابع الأنشطة اللي بتتم من الاتحاد أو الأنشطة اللي بتتم من الجمعية الكشافة العربية السعودية. أرجو من الله أنا كنتش نسيت حد من الناس الأفاضل. أنا اتكلمت عن لبنان، لبنان برضو عندنا تجربتين كبار جدا في لبنان. عندنا مركز طبي اسمه مركز التطري، مركز الطبي ده بيقوده نائب رئيس اللجنة العربية لخدمة تنمية المجتمع، والدكتور التطري ده فاتح هذا المركز بكل وسائله وكل ممتلكاته وكل حاجته للتثقيف والتوعية الصحية الخاصة ككل وبكورونا على وجه الخصوص. أنا بشكر الكشافة العربية كلها، بشكر رواد الكشافة في كل العالم العربي، بشكر طبعا اللجان العربية، بشكر اللجنة التنفيذية والأساتذة المشرفين على اللجان الفرعية، إذا كان الأستاذ خليل جميل ولا الأستاذ مولود، ولا الجهد الكبير اللي بيقدمه الأستاذ حسين سهل هو والست آسيا فتح الله اللي هم الأمناء المساعدين. وبشكر أيضا الأربع رؤساء لجان اللي هو العالي العلي رئيس لجنة الإعلام، والأمين بتاعه الأمين بتاع لجنة الإعلام محمد برناوي، وبشكر لجنة تنمية المجتمع اللي هو الدكتور محمد هلال والأمين بتاعه مصفر الغباشي، بشكر لجنة البرامج واللي هو باشمهندس إبراهيم زبيلة ومعاه الأستاذ مسطور هو الأمين العام بتاعه مسطور الشهري، بشكر لجنة تنمية الموارد اللي هو رئيسها الأستاذ حسن السبتي من الكويت، والأمين بتاعه الأستاذ عبد المحسن من المملكة العربية السعودية. مش بس كده، أنا بشكر كمان لفيف من القيادات المصرية المحترمة اللي ساعدتنا وساعدت الاتحاد وساعدت برامج الاتحاد على التنفيذ كل الأنشطة
اللي هي انتقلنا بيها دلوقتي من الاتحاد. الاتحاد دلوقتي اصبح خلية عمل وخلية نحل ومؤسسات كبرى بتعمل من اجل خدمة المجتمع وخدمة الحركة الكشفية وخدمة نفس الرواد واسرهم وعائلاتهم، لان ده واجب علينا. وبشكر طبعا جمهورية مصر العربية بكل مسؤولينها، يعني وزارة التضامن الوزيرة نيفين قباش والاستاذ ايمن، وبهني الاستاذ ايمن عبد المؤمن ده على ان هو حصوله اليوم فقط على درجة نائب الوزير، وباسم الاتحاد العربي وباسم الكشافة العربية وباسمنا كلنا بنهني الاستاذ ايمن اللي هي هذا العمل او هذا الموضوع صادف اهله، فهو رجل مضحي وكما ياما ساعدنا على اساس يسجل الجمعية بتاعتنا من جمعية محلية الى جمعية مركزية، فله الشكر الجزيل ولكم جميعا الشكر الجزيل. انا سعيد جدا جدا وبشكر دينا السوم الاخت المجتهدة، مش الاخت، بنتي دي، بنتي المجتهدة واللي قدرت تعمل هذه القاعدة الجميلة، القاعدة الاعلامية المحترمة اللي خلت اصواتنا تطلع لكل الناس. وبشكر طبعا الست سماح عبد الله، وبشكر بنتي من مصر اللي هي ساعدتني عشان اكون متواجد معاكم في هذا اليوم، وانا في خدمتكم جميعا وعلى التواصل معاكم، واي حاجة تحتاجها الدنيا بتاعتنا دي من الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات هنكون خدم عندكم، بنقدم دورنا وواجبنا تجاه المجتمعات بتاعتنا. شكرا لكل رائد عربي، شكرا لكل رائدة عربية، شكرا لكل من ساهم معنا في الاتحاد بأقل جهد وأحسن جهد وأكثر جهد. فلولا حضراتكم وجهدكم وعملكم الدؤوب واحترامكم للعمل ما كان الاتحاد ده سيبقى، ولا الاتحاد ده هيبقى له الدور اللي هو منوط بيه. أشكر الجميع وأتمنى ليكم عيد سعيد إن شاء الله، وشكرا جزيلا، وأتمنى لكل الجميع الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.